أم لا. ينضم إلي عبر الهاتف على الهواء مباشرة من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. دكتور علي، بداية نرحب بك. وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة اسمه الشيخ عبد الله بن زايد يعني قال إن قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف. دكتور، في وجهة نظرك ما الذي تريده قطر من وراء ذلك؟ في حقيقة الأمر، طبعا بعد التحية لك ولجمهورك الكريم، أنا أقول أن رسالتنا نحن في الإمارات وفي البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي مصر رسالة واضحة جدا. نحن مطالبنا من قطر بسيطة جدا جدا، وهي قضية عودة قطر إلى اللحمة الخليجية وعودة قطر إلى البيت الخليجي الواحد والحفاظ على المصالح القطرية ومن ثم المصالح القطرية ومن ثم المصالح العربية. حقيقة كلام سمو الشيخ عبد الله بن زايد في المؤتمر الصحفي بغداد كان واضحا جدا، وقالها بصريح العبارة: كفى إرهاب أديان قطر، ورددها أكثر من 3 مرات. كأنه يقول للأخوة في قطر، خاصة صانعين السياسة القطرية: يا جماعة تعالوا إلى جلسة سواء نتفاهم فيها على كل الأمور، لأن فعلا نحن قومنا يعني أمننا الخليجي مهدد، وأمن القومي مهدد، وأمننا حتى المحلي مهدد. لهذا على القيادة القطرية أن تعي جيدا أن كل المآلات سوف تؤدي بها إلى كارثة على المستوى الاقتصادي، ومن ثم على المستوى الاجتماعي، ومن ثم على المستوى السياسي. لهذا فالعودة إلى الحوض الخليجي هو طبعا المخرج الوحيد لصانعي السياسة القطرية للعودة إلى سبل الرشاد، ومن ثم عدم الخوض في قضية المراهقة السياسية إذا كانت القضية قضية ترتبط بالدعامات. طيب دكتور، ما هي السيناريوهات الآن المطروحة أمام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتعامل مع قطر في حال يعني لم تصحح الأخيرة من مسار سياساتها؟ حقيقة أنا كمراقب إعلامي أقول أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن طرحها على الطاولة، ومن ثم من خلالها نشكل لنقل قوة ضغط على النظام القطري. ولكن أنا في تصوري أن هناك الكثير من الحكمة والروية لدى القادة في الدول الأربع لقضية معالجة الأمر، لأنهم يدركون في الآخر أن قطر جزء من هذه اللحمة الخليجية، والشعب القطري شعب شقيق. لكن دعني أطرح معك بعض السيناريوهات. مثلا القضية الاقتصادية، في تصوري القضية الاقتصادية قضية مهمة جدا. الشهور القادمة سوف تؤدي إلى تآكل كل لنقل المدخرات القطرية، ومن ثم هذا سوف يسبب ضيقا داخليا، وربما يسبب نوع من الاضطراب الداخلي. هذا التآكل سوف يؤدي يعني الى لنقل الابطاء وحتى افشال الكثير من المشروعات التي تنوي قطر القيام بها، وخاصه وهي مقبله على مرحله مهمه جدا في موضوع البنيه التحتيه فيما يتعلق بترميم كاس العالم. لهذا فقطر مطالبه الان بأن تدرك أن الورقة الرابحة الكبرى هي في يد الدول الأربع. نعم. ذلك أن حتى المجتمع الدولي لديه مصالح كثيرة جدا، ولن يغلب المصالح القطرية على مصالح مثلا المملكة العربية السعودية. نعم. والإمارات والبحرين ومصر. نعم. إذن من دبي الخبير. نعم. والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي، كنت معي عبر الهواء مباشرة عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.